أويلي 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 أويلي. تفضل أخوي، أشكرك لأن اختاريت تاكسي الأمان. نشوفك إن شاء الله مرة ثانية إن شاء الله. يلا حبيبي الله وياك. أخ ولك حج نعمان، لك إيش سويت بي؟ زرفتني الزرف. أوف الله لا ينطيك. شوف منو؟ لجاني همدا صديق. سنان شخبارك؟ والله أنا زين، ومن شفتك صرت بعد أحسن، أشرقتي على قلبي. وقامت العصافير تغرد تغريدات رائعة، والفراشات قاموا يطرون حول الزهور، يعني أنا همين صرت سعيد جدا. بلا حكي فاضي، يعني ما تتذكرني مو؟ مش كتجحش؟ أنا بوسش بيك حبيبتك القديمة. لك إيش لو ما أتذكر؟ مو أنت اللي أبوك كان رئيس عصابة؟ أبوي رجل أعمال. اي طبعا، ابوك اللي يضرب الناس طلقه برجلهم ويصب ايش بنته فوقهم ويذبهم بالبحر. اكيد رجل اعمال. لعد ابوك شنو؟ هي هاي الاشغال مال رجال الاعمال. بعدين تدرين انت تخوفين لين ابوك دز ناس عليه وراد يقتلني. انا مود هاي عفتني وصفها عليك سنان. اها هذا مو سنان. اسمعي دا اقول لك، لا تتلزقين بيا رحمه لوالديك، تبعدي عني مترين على الاقل رجاء. لا تسعني لك بابا. اسمعي، انا رجال متزوج، عندي ولد وعندي عمه، روحي فدوى اروح لك. ابوك هالمره اذا عرفت راح يقتلني، خلاص ما بيها مجال. مستحيل اقدر انساك سنان. ايش قد حلو. بعد شوفينه يقول اشتغل تاكسي طالع بعز النهار ويصكم البنات. كافي عيني انت، انا طلعت وياك مره واحده وكلت بوري من هذا ابو التريشه، هسه اذا اطلع مرت الاخ ابوك راح يموتني، ما بيها كل مجال. انا غبي حتى اكررها مرت الاخ. سنان حنونة عمه، هاي جابكم هنا. شنوش عندي هنا؟ شنو قاعد تخوني ويا بنات شارع؟ شو تسوي؟ لا حنونة ماكو هيجي، خليني افهمك بس. شنو نصدق حكيك لو اللي شفناه كذاب؟ باع علي هالمرة حقير، راح اطلق منك بعد ما بيها مجال. خلص يا بس يلا امشي يا بس. امشي آخ منا آخ. امشي انا علمك اعرف ايش راح اسوي بيك. معودة حنونة ما تستهين. ها حنونة يلا ولي منا، راح اموت شمرت له. ويلي الله. خلي يجون المصورين لا يعرفون غراضهم هنا. تمام استاذ. حنين ايش دا يصير بنتي؟ من الصبح نظفت البيت كله وما يكفي هيك، قمت النوب سويتي اكل كوما ونزلت البردات غسلتيهن وضربتيهن اوتي، ايش صاير بيك اليوم؟ ده غير جو ماما. بنتي غسلش قد ما تردين بس ما تقدرين تنفين وسخ رجلش المعفن، ما تخلصين، ما شفتي شلون يفتروا يا البنات؟ ماما تجد تقولين ها؟ انا من الصبح انظف البيت واغسل بردات واضرب اوتي الملابس وسويت اكل ونظفت الزوليات وعزل كل اشياء ده اسويهن اني حتى سنان انسى، وانتي لحد هسه تقولي لي سنان وسنان، شو السالفة؟ باعي بنتي ما يصير تنسين ويا التنظيف وقعدة البيت، لازم تطلعين برا وتشوفين عالم متباوعين وتاخذين هوا نظيف، لعد شلون راح تلقين ليش رجال شبعان وحلو حتى ينسيش هذا الغبي. ماما ايش تقولين انتي؟ انا هسه متزوجة. انا ماري الباوة جديد، انا اصلا عندي اب. اسم الله على هالاب اللي عندك، ولك تشلب احسن من يمه على الاقل يستفادون منه، بس ابوك كل شي ما نستفاد منه دائما برا وعقله ويا النساوين. ماما انت شلون تحكين هيك قدام الولد الخاطر؟ الله اني بعدني ما طلقت اصلا، خابرت المحامي وخليته يرفع دعوى الطلاق. يما انت شلون تسوين هيك بدون ما تقولي لي ها؟ شنو يعني تردين تبقين طول حياتك ويا رجال يخونك؟ واسف عليك. اي طبعا ما ابقى. اي خلاص انا على مود هيك رفع الدعوى الطلاق. شنو انتي بيبي؟ ليش طلقين ماما وبابا؟ احنا عائلة سعيدة، شو مستفادين من دبري عائلتنا؟ انت اسكت اشو، انت راح تفهمني من تكبر. حنين يلا بنتي عوفي اللي بيدك هسه، خلي نروح على فندق كريستال. لا ماما اني ماريد رجال، لا تلحين بالموضوع. بنتي ما ندور على رياجيل هناك، قالوا اكو سهرة بالفندق نروح نتونس. ماما تمام يلا خليها اغير جو ابدل واجي، ما تاخر بسرعه. يلا بنيتي الحلوه. ولكم اغبياء قلنا لكم حلو.